بعض النساء تطلع بثياب النوم الرقيقة حتى تسوي الريوق إلى الأولاد، صحيح أبنائك محارم عليك، لكن لا يناسب هذا، لا يناسب أبدا ثياب النوم لغرفة النوم مع والدهم. احفظي بينهم هذه الصورة المقدسة للأم، بدل أن تستبدليها بصورة الأنثى نصف العريانة. صورتين أكو، صورة أم مرضع أساس وجودي، محل احترامي، باب من أبواب الجنة، هذه الصورة المقدسة، وأكو صورة أنثى ذات بشرة كذائية وذات تقاطيع جسم كذائية ولابس ملابس مثيرة، هذه الصورة الأخرى. أي صورة تريدين أن تزرعي في ذهن وعقل ابنك؟ أنت بتقدرين هذا. حافظوا، لتحافظ الأمهات على لباس معقول، والأخوات أوضح وأوضح أيتها الأخوات الفاضلات. بالتالي هذه الفتاة في عز شبابها جسم محل للشهوة، قد يكون ذلك الأخ الشاب ينظر إلى أخته باعتبارها محل حمايته ورعايته ويقدم هذا الجانب الأخوي، وقد يضحك عليه الشيطان ويوجهه إلى نقاط الإثارة في بدنها. وقد حصلت أيتها الأخوات بعض الحوادث من أن شبابا خاطئين لجأوا إلى التحرش بأخواتهن، فليش الأخت هي تفسح الطريق وهي تقدم المقدمة ولو كانت لا تريد، بس هو نفس هذا اللباس الخليع، هذا اللباس الذي يظهر أكثر ما مما يستر، هو نفسه قد يكون فيه دعوة إلى غير متعمدة، بلا شك دعوة إلى الشيطان أن يدخل بين الاثنين. الأب الكريم، ماذا يعني أن يجلس الأب في وسط الصالة بملابس داخلية إلى فوق ركبته بشبر مثلا، باعتبار أنه جالس ويا أهله وأبنائه وبناته وما فيها شيء وما فيها مشكلة؟ ما معنى هذا؟ لا يوجد له مبرر أبدا. خليك أيها الأب في نظر بنتك ذلك الرجل المحترم الذي هو فوق درجات الاحترام، مو شخص، رجل محل إثارة لفتاة، رجله وساقه وما فوق ساقه محل تأمل ونظر من قبلها. هذا يخرب براءة هؤلاء، يخرب حسن سليقتهم، يوجههن إلى ما لا ينبغي أن يتوجهن إليه. قلت لك الآن هؤلاء الذين يريدون تخريب الأسر يبثون فكرة أن هناك أسر يحصل فيها هذه الأمور الجنسية بين المحارم، فماذا تقول لو أنه صادفت هذه الفتاة أو صادف ذلك الشاب من مثل هذه المواقع المخربة أو المناظر غير الجيدة، واستسهلت بعد ذلك هذا الأمر؟